مساء الخير عليكم خواتاتي. اليوم ان شاء الله مساء الخير فراكم. شهر رمضان خلاص قرب يخلص ان شاء الله، ربي يتقبل لنا صيامنا وصلاتنا ان شاء الله. غدوه اليوم ليله القدر ان شاء الله، ان شاء الله اللي عنده دعاء ربي يستجيب ليه. اليوم ان شاء الله ندير لكم الحلويات العيد وان شاء الله تعجبكم وتجربوا هذه الوصفه في هذه الايام تاع العيد. عندنا سيك غلاس هذا تاع التزيين، هو الحقومه، هذه حلوه الحقومه، ها هي قطعناها صغيره، فيها كيله تاع زبده ذايبه وكيله تاع نص كيله تاع السكر ناعم سيك غلاس، حبه صفر البيض برك، كاس حليب وماء زهر مخلط مع الماء، ونص باكي تاع لا ليفير شيميك. نبداو على بركه الله. واش ندير؟ نديرو قلنا نص كيله تاع سكر ناعم، جربوها اخواتاتي وان شاء الله هي تعجبكم وتجيكم مليحه. وعندنا طوابع هذا الزوج تاع المعمول اللي نحشي بان نحشيو فيه الكارطو تاعنا. نبدا سكر ناعم، نخلطوا له كيله تاع الزبده ذايبه، نص كيله قلنا تاع سكر ناعم وكيله تاع زبده، نخلطوا بركه الله كامل هذه هكذا هكذا غير باليد، واللي عندها باتر بيطحن كل واحد على كل واحد ومقدوره، ماشي الناس كاع عندها. وحنا نديرو حاجة بسيطة باه الناس كامل تستفيد، يلا ان شاء الله كامل الناس تدير حلوة العيد ويجي هذه الحلوة مليحة. راني موافقة نديرها وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. قلنا كيلة نص كيلة سكر كلاص وكيلة تاع زبدة، نزيدو لها صفار بيضة غير الصفار برك، هكذا بعدا نزيدو لها ثلاث كيلات تاع فارين مغربلين، أنا شيتهم بالميزان، مي يحب يشري تاع باكي يشري، ما حكانش يشري، هذا كل واحد مقدوره. واحدة زوج ثلاث كيلات هاك خواتاتي، ثلاثة كيلات هذه ثلاثة، هكذا ثلاث كيلات فارينة مع نص باكي نوارة، هكذا ونخلطو كامل هادو هكذا. وبعدها نبدا نزيد لها الحليب هكذا، وشوية ماء وزهر، هي اللي حبيتو تخلطو كامل السوائل الوالة ومن بعد تزيدو الفرينة. انا اللي درت هكذا، وانتم ما حبيتو تبدلو ديروا كاع السوائل هما الوالة ومن بعد تزيدو الفرينة، نزيدو غير شوية فرينة باش تلملنا هذه العجينة. فهمتوا خواتاتي؟ الا حبيتو ديروا كاع السوائل هما الوالة ومن بعد ديروا الفرينة، يعني درت غير هكذا
مثلها هذيك الماء والماء زهر شويه برك فيها تعطي البنه للعجينه. هذا قطاوي يجي بنين سيه هو في هذا ان شاء الله هذا العيد ان شاء الله يعجبكم. بعد تزيدوا غير شويه فرينه غير بس تلمنا هكا العجينه هكذا. نكملوا كامل العجينه نحب نكمل تاعنا. ناخذوا الصنيوه تاعنا ندهنوها بشويه فرينه، اللي عندها بابي كويسون ديرو واللي ما عندهاش ما عاديش ماشي لازم. هكذا ناخذوا هذو الطوابات تاعنا اللي وريتهم لكم، ناخذوا شوفوا شويه عجينه راهي تجي زاكيه اقتصاديه للعيد ان شاء الله. ما تقولوا لي شي ما نديروش حلوه العيد، لازم ان شاء الله نفرحوا ونديروا هكا. ناخذوا شرخه تاع الحلقومه نكبروها، واللي ما عندهاش طابع اي شكل تنجم تبدل. انا نديتكم هذو الاشكال وانتم ما بدلوا. ناخذ تاع المعمول هكذا هكذا نبصفو هكا وبعد نطبع هكا. ها شوفو تاتي يجينا هذا الشكل هكذا. نعاود تحبها معاكم حطوها هكذا، ديرولو شويه فرينه ايه حافظي عليها برك. شوفي هكذا ديرو شويه فرينه برك هذاك الصح. يا ما درتش كامل دوكا غير بديت صافي واش ما درتيش هذا مازال ما يشوفوهاش صح. وين انا بدات؟ لا لا شوفي صافي شوفي شوفي خوتاتي خرجناها من الفوق وهي هكا سخونه راهي هي طابت لنا وهي هكذا سخونه. ناخذ هذا السكر الناعم اللي هو سكر كلاص، ناخذ الصبي تاعنا وهي سخونه هكذا نبداو نوسيو لها في السكر هذاك الناعم كامل على الوجه على وجه الحلوه هكذا. نعمروها كامل وهي سخونه بيحكم هكذا. نعمروها كامل بالسكر كلاص بعد نوريها لكم في صحن التقديم. شوفوا خواتاتي هاي الحلوه كيف جاتنا هاي ويجينا بشكل مليح وراقي والبنه. واش نقول لكم جربوها ان شاء الله يتعجبكم وان شاء الله تجربوا هذه الحلوه وتعجبكم حلوه الحقومه والسكر الناعم. وان شاء الله راني نكمل ندير معكم حلوه تاع العيد وان شاء الله صحه عيدكم ان شاء الله. شوفوا خواتاتي قبل ما نبقى على خير نسيت نقول لكم شوف شوفوا كيف الحقوق جات من الداخل. شوف وجهي شوف شوفوا وجهي عسله وطريه هاهي شوف كيف تجي. وان شاء الله راكم تجربوها وراكم تندموا شي وصحه عيدكم مره ثانيه.